بالعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيطيب لي ولله الحمد والمنة أن أرى هذه الوجوه المباركة في مدينة صباح الأحمد، ونلتقي بهم في هذه الليلة التي هي قرة شهر شعبان من عام 37، من عام 38 واربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان المرتب أن يكون اللقاء مفتوحا، وبين يدي هذا اللقاء المفتوح أحب أن أذكر نفسي وإياكم ببعض ما ينبغي علينا من وظائف شهر الله، من وظائف شهر شعبان. هذا الشهر الذي هو بين رجب وبين رمضان، وقد جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سبب كثرة صومه في شعبان، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل عنه الناس ويترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا الحديث العظيم الذي كان سبباً في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر يجعلنا نحن أيضاً أن نتأمل في أحوالنا. فأنتم تعلمون أن رجب من الأشهر الحرم، والناس يهتمون به تعظيماً وإعلاماً بحرمته، وأن رمضان شهر القرآن والناس يهتمون بشهر القرآن. وأما هذا الشهر الذي بين شهر الله رجب وبين شهر القرآن رمضان، يغفل عنه الناس كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والسلف رحمهم الله كانوا يسمون هذا الشهر بشهر القرآن، يسمون هذا الشهر بشهر القراء. شهر رمضان شهر القرآن للعموم، وأما شهر شعبان فشهر القراء. والحديث الذي فيه أن رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر القرآن حديث موضوع لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث السابق الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صوم شعبان يجعلنا نحن أيضاً أن نتلمس فضائل هذا الشهر. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله. وفي رواية مسلم: كان يصوم شعبان كله إلا يسيرا. وهذه الكلية يسميها العلماء بالأغلبية. وفي لفظ أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما شهرا قط يستكمله إلا شهر شعبان. يستكمله يعني يطلب كماله على وجه يعني الإكمال للشهر كله. وكما تعلمون أنه عليه الصلاة والسلام كان كثير الصوم، لكن في شهر شعبان كان حاله يختلف، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إنه يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شهر شعبان لكثرة صوم النبي صلى الله عليه وسلم. فأفضل الأعمال في هذا الشهر هو الصوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتنبيهه على أن هذا الشهر يغفل عنه الناس، هذا فيه دلالة على أن العبادات في وقت الغفلات لها درجات عند رب البريات. شهر يغفل فيه الناس أو عنها الناس، فالعبادات في الفلوات لها درجات، العبادات في الخلوات لها درجات،
العبادات في الغفلات لها درجات، وقد صلى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العشاء متأخرا جدا، حتى يقول الراوي قد نام منا من نام وسمع لهم غطيط كما في رواية أنس. فلما قام وصلى بهم العشاء متأخرا قال لهم: أرأيتم هذه الساعة؟ فإنه لا يصليها أحد على وجه الأرض إلا أنتم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في وقت الخلوات لها ميزة، ولهذا قال عن سبب تشريعه للصوم في شهر شعبان قال: شهر يغفل عنه الناس. فينبغي على الإنسان أن لا يغفل عن العبادة، ويقول سوف تأتي أيام العبادات، لا، نقول الآن نعبد الله عز وجل ونسأله أن يبلغنا رمضان كما بلغنا شعبان. ومن العبادات العظيمة التي ينبغي أن يهتم بها الإنسان في شهر شعبان كما كان عليه حال السلف قراءة القرآن ومراجعة المحفوظ، حتى إذا جاء رمضان يكون طالب العلم قد راجع حفظه ويتفرغ للتلاوة المجردة، التلاوة السردية التي كان عليها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتبع التابعين. الأمر الثالث الإكثار من الاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار في هذا الحديث أن شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال، وأنتم تعلمون أن الأعمال ترفع على مراتب عدة. هناك من الأعمال ما ترفع مباشرة بعد انقضائها مثل مجالس الذكر، فإن الملائكة السيارين الذين يحضرون مثل هذه المجالس مجالس الذكر إذا انقضى مجلس الذكر ارتفعوا ويقولون للرب تبارك وتعالى: قد أتينا من عند أناس يذكرونك ويسألونك ويستعيذون بك. الحديث ففيه إشارة إلى أن من الأعمال ما ترفع مباشرة، وهناك أعمال ترفع في الصباح والمساء، فعمل الليل يرفع إلى الله قبل النهار، وعمل النهار يرفع إلى الله قبل الليل. وهناك أعمال في الأسبوع ترفع مرتين، يوم الاثنين والخميس كما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أما العمل الذي يرفع في شهر شعبان فالصحيح من أقوال أهل العلم كما نبه عليه الحافظ ابن رجب هو عمل السنة. أعمال الإنسان التي عملها من سنة إلى سنة ترفع في شهر شعبان، كما أن في شهر رمضان تنزل أعمال العباد أو تنزل أعمال العباد، ففي شهر شعبان ترفع أعمال العباد. في شهر رمضان قضاء ما سيكون في العام المقبل، في شهر شعبان قبول، نسأل الله أن نكون منهم، أو رد لأعمال العباد خلال السنة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال شهر يغفل الناس فيه وترفع الأعمال فيه فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فينبغي على الإنسان يكثر من الاستغفار، لأن الاستغفار هو بمثابة ختم الأعمال الصالحة بالقبول. أليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى استغفر ثلاثا؟ أليس قد أخبرنا الله عز وجل قال: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام؟ فالذكر والاستغفار بعد وعقيب العبادات سنة نبوية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في هذا الشهر ينبغي علينا أيضا أن ننظر إلى المحتاجين والمعوزين، حتى إذا جاء شهر رمضان يكون عندهم الكفاية وعندهم
ما يغنيهم عن سؤال الناس، فإن هذا من أعمال الخير ومن أعمال البركات والطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. من الأمور العظيمة التي ينبغي علينا أن نهتم فيها أن ننظر إلى قلوبنا، فإن في هذا الشهر الكريم إذا كما في حديث مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود ترفع فيه الأعمال، إذا كان في هذا الشهر الأعمال ترفع إلى الله عز وجل، هنا ينبغي الإنسان أن ينظر أن هناك عوامل تمنع قبول الأعمال، تمنع قبول الأعمال، وأعظم مانع من موانع قبول الأعمال الشرك، أعاذني الله وإياكم من أكبره وأصغره. والمانع الثاني، وهذه خاصة بين المسلمين الشحناء والبغضاء، فإنه قد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ترفع الأعمال إلى الله كل اثنين وخميس، ثم الله عز وجل يقبل أعمال العباد إلا المتشاحن. فينبغي على الإنسان أن يغسل قلبه بالاستغفار من جهة، وبإزالة الضغناء والشحناء والبغضاء من القلب من جهة أخرى، يكون قلبه سليم حتى على من اعتدى عليه، لأن الذي اعتدى عليك لا يخلو أن يكون اعتداؤه إما لأجل الدنيا، فينبغي أن لا تجعل الدنيا سببا من أسباب موانع قبول العمل، واصفح عنه لله تبارك وتعالى. الله جل وعلا، تأملوا معي هذه القصة الغريبة العجيبة. مصطح كان قريبا لأبي بكر الصديق وتكلم في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عرض ابنته الصديقة، ولما أقيم عليه الحد وكان الصديق ينفق عليه، قال والله لا أنفق عليه شيئا أو لا أقطع عنه النفقة. فلما أنزل الله تبارك وتعالى براءة أم المؤمنين وأقيم على مصطح رضي الله عنه الحد، أقيم عليه الحد والحدود كفارات، فهل الآن من الناحية العقلية أن الإنسان ربما يقول هذا الرجل تكلم في عرضي في ابنتي، ما يمكن يسامح؟ لكن رب العزة والجلال في ضمن أو في نهاية آيات البراءة قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. شيء عجيب والله يا إخوة، من منا يطيق هذا الأمر اليوم؟ إنسان يتكلم في عرضك وتنفق عليه من جديد؟ فقال الصديق بلى إني أحب أن الله يعفو عني ويصفح عني، فأعطى له الصدقة التي كان يعطيها ولم ينقص منها شيء. هكذا ينبغي على الإنسان ينظر إلى قلبه، لأن الأعمال ترفع في هذا الشهر بنص حديث الذي مر ذكره، وجاء في حديث آخر مختلف في تصحيحه وتضعيفه، والصواب أنه حديث صحيح وقد صححه العلامة بن رجب رحمه الله والحافظ ابن حجر رحمه الله، وصححه ابن الجوزي، وصححه من المتأخرين العلامة الألباني، أن الله تبارك وتعالى يطلع في ليلة النصف من شعبان على أهل الأرض فيغفر لجميع من على وجه الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. هذا الدليل قبول الأعمال، هذا الدليل أو نتيجة لقبول الأعمال، لأن العبد إذا قبل عمله لخلوصه من الشرك وخلوص قلبه من الشحناء والبغضاء فإنه مغفور له، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا. والمانع الآخر أن يكون القلب جهة المسلمين سليمة، إلا من أتى الله بقلب سليم. في الدنيا نرى أثر ذلك، القلوب السليمة الله جل وعلا يقبل أعمالها، فكيف يوم القيامة؟ هذا الحديث إن الله يغفر لجميع أهل الأرض
في ليلة النصف من شعبان إلا لمشرك أو مشاحن، يجعل الإنسان ينقي قلبه، وأيضا يجعل الإنسان يتأمل. ما أعظم رحمة الباري جل وعلا وكرمه إذ يغفر لعباد. المغفرات قد تكون بسبب الطاعات والأعمال التي يعملها البريات، وقد تكون ابتداء من الله عز وجل وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. ونحن نرى ونشاهد في الواقع العملي أن بعض الناس من كرمهم وجودهم يسألون من يعطون من يسألون ويعطون من لا يسألون، وأهل القلوب السليمة يتجاوزون عمن يسألون العفو ويتجاوزون عمن لا يسألون العفو. فإذا كان العباد قد امتازوا بهذا الوصف وصار هذا الوصف لهم سجية وخلقا كريما، فينبغي أن ندرك أن الذي أوجد هذا الوصف في قلوب العباد هو أكرم سبحانه وتعالى، فهو يغفر ابتداء لكل أهل الأرض بلا سبب منهم. لا، قلنا قد يكون بلا سبب وقد يكون بسبب، والله جل وعلا يغفر لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وجاء في الحديث أنه يغفر لجميع الأرض إلا لمشرك موافقة لنص الآية، وإلا للمتشاحن موافقة لنص حديث ترفع الأعمال في كل اثنين وخميس فيقبل الله الأعمال إلا أعمال المتشاحنين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث العظيم يجعل الإنسان أيضا يتهيأ لرمضان. كيف يتهيأ لرمضان؟ أليس الشارع الحكيم قد شرع عبادات إذا تأملتها تجد أن هذه العبادات المشرعة قبل أصول الإسلام وأركان الإسلام ما هي إلا ليقبل العبد على ربه في أصل ركن الإسلام وأساسه، وهو على تمام النقاوة وكمال الطهر. تأمل في الصلاة، أعظم ركن من أركان الإسلام، بل تأمل في الشهادة، من أراد أن يسلم يؤمر بالغسل وهذا دليل على أنه يتطهر، من أراد أن يصلي يؤمر بالوضوء والغسل من الجنابة، حتى إذا جاء إلى الركن العظيم الصلاة ما عليه ذنب. ثم المسلم يتصدق ويتصدق إذا جاء وقت الزكاة، وإذا هو قد سبق الزكاة بالصدقات فتقبل الطاعات، ركن أركان الإسلام، لأنه قد سبق الركن بطاعات ومندوبات. وهكذا صوم رمضان، تأمل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يهيئ أمته ويحثهم على الصوم بفعله وبقوله في شعبان، حتى إذا جاء رمضان وإذا هم قد دخلوا في الركن الثالث من أركان الإسلام، في الركن الرابع من أركان الإسلام، على طهر ونقاوة من جهة استعدادهم وسبق طاعاتهم بالنوافل والعبادات وقبول الأعمال عند رب البريات، ومن جهة أن الله لا يريد من عباده أن يدخلوا في رمضان وهم ليسوا على طهارة، فيغفر لكل من على وجه الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. كرم من الله جل وعلا. حتى الحج مسبوق بالعمرة، وإن لم يكن مسبوقا بالعمرة فإنه مسبوق بالإحرام من الميقات، وقد جاء في الحديث أن من أحرم ولبس ملابس الإحرام ينادى من عن يمينه ومن على شماله أنه قد غفر لك، حتى إذا جاء إلى الحج يجد نفسه طاهرا نقيا. فنحن ينبغي علينا أيضا أن نتأمل أيها الإخوة كيف نستعد لرمضان ولطاعات رمضان ولعبادات رمضان، ومن أجل هذه العبادات الصوم كما كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من لم يبدأ الصوم من شهر شعبان قبل الخامس عشر فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس له أن يبتدئ الصوم بعد الخامس عشر إذا انتصف شعبان، لحديث وهو حديث حسن إذا انتصف شعبان
فلا تصوموا، أي لمن لم يصم، أي لمن لم يصم لا ينبغي له أن يصوم إذا انتصف شعبان ولم يكن قد صام. إلا إذا كان الإنسان عليه قضاء ولم يمكنه أو لم ينتبه أو لم يتذكر إلا بعد المنتصف، فإن الفرض يمكن قضاؤه ولو بعد المنتصف. أما النوافل فليس للإنسان أن يتنفل صوما بعد المنتصف شعبان، على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذه كلمة أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بها، والآن إن شاء الله نبدأ المجال للأسئلة كما وعدناكم ليكون اللقاء مفتوحا. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يجعلكم متآلفين متحاببين وأن يبارك في ذرياتكم، صلى الله على نبينا محمد.